Baladna Dairy Farm is milking 12,000 cows, a total of 24,000 animals altogether. We're milking, averaging 38 liters per cow. Total milk per day is produces about 400,000 liters. We milk four times a day, and this goes through our processing plant and is processed in fresh milk and on the shelves within hours. عندنا أربع محالب في المزرعة الرئيسية فيهن المحلب سعته 100 بقرة في الدورة الواحدة ثلاث محالب كل محلب فيه 80 بقرة في الدورة الواحدة بفضل المحالب الحديثة اللي عندنا والضخمة تستغرق البقرة الواحدة تقريبا 6 دقائق من لحظة دخولها المحلب وعملية تعقيم وتنظيف الضرع وتجهيز الحليب للحظة خروجها من المحلب في الدفعة الأولى تم استيراد 4000 بقرة بالطيارة أول 140 بقرة حلابة تم وصولهم للمزرعة حلبناهم استغرق الحليب حوالي ساعة ونص لإنتاج طن و600 كيلو من الحليب والفضل لله الآن إحنا بعد ثلاث سنوات فقط عندنا ننتج هذه الكمية اللي هي طن و600 كيلو خلال 6 دقائق من محالبنا الفل أوتوماتيك تحتاج إلى 6 دقائق فقط